أرجع تاني بجد أشكر فريق عمل البرنامج على التقارير الممتازة دي. ولاحظتي معانا إن الثقافة دي ما كانتش عندنا، إن مدمن يطلع وطلع بوشه وبيتكلم، المفهوم ده ما كانش موجود عندنا، كنا بنلاقيه في برامج الأوروبية، برامج يعني مش عندنا، عمرنا ما كنا بنلاقي الصراحة والصدق. وعشان كده احنا قلنا في الأول إن انتوا هتلاقوا حلقة مميزة بتقاريرها بكم الصدق اللي في تقاريرها. بس عايزة أدخلك دخلة مهمة قوي، المراكز اللي بيحصل فيها التجاوزات، اللي بيحصل فيها تعدي على المرضى بطريقة يعني ما فيهاش أي أدمية. هقول لحضرتك، حضرتك كنت عضو في مركز حقوق الانسان. طبعا كنت ماسكه وحده مناهضه التعذيب، وجه الدكتور ايهاب بعديه مسك الوحده، ومسكت نفس الوحده وماسك نفس الوحده بعديه. بالظبط اللي انا عاوز اقوله، وبرده الدكتور ايهاب هيكون معايا، ان دي بياخدوا يعني ما اصبح علاج الادمان وسيله زي ما بيتقال سبوبه. ابص الاقي في مركز يقول لك انا مش عارفه المركز ايه ومركز، لا، العلاج منظومة متكاملة مع بعضها. أصلا اللي بيعملوه ده غلط ومخالف للقوانين ومخالف لقواعد العلاج. خلينا نتكلم، ودي المناسبة دي كلها نقول العلاج عم إيه. يا إما مدرسة الدكتور إيهاب خراط وهو الرائد لها، اللي هما ال 12 خطوة أو باختصارها الـ NA، أو اللي أنا بقول اللي أنا بسعى من وقت ما بقول وعاوزين نقول عليه بنعتمد فيها، زي ما الدكتور إيهاب قال، الدخول المستشفى بيمثل 10% من العلاج، 90% من العلاج بعد كده على الأسرة وعلى المريض نفسه وعلى المتعافي من مرض الإدمان. ودي المدرسة اللي احنا عملناها في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. يعني ايه ديتوكس يا دكتور؟ اللي هي نعرف الناس كلمة ديتوكس، اللي هي ان احنا بنحاول ان احنا نسحب ده، طبعا ده بتكلم سموم، نسحب السموم من جسم الانسان. ودي بتبقى مرحله صعبه جدا، فعشان كده انا معلش بتكلم من نيابه عن الدكتور ايهاب، صعبه جدا. فعشان كده الدكتور ايهاب بيحاول انهم مع ان الان ايه ما عندهاش، لا هو اول من خمس ايام ل 10 ايام، وبعديها بيبقى بيحاول يدوا له ادويه عشان يخففوا من الام اعراض. احنا هنروح للدكتور ايهاب في الحته دي يا دكتوره سهير واساله اعراض الانسحاب مدتها قد ايه دكتور؟ شوفي اعراض، انا هكمل بس السؤال، وقد ايه المتعافي بيبقى في الفتره دي؟ بيبقى ساعتها تأثره سريع بأي حاجة طبعا. يعني ممكن ساعتها مثلا لو أنا سبته في بيئة لوحده مع أصحاب غلط، مع مؤثرات وعوامل غلط، قد إيه ممكن يرجع يعني الانتكاسة؟ حضرتك استعملت كلمة انتكاسة. أعراض الانسحاب شكلها إيه؟ أعراض الانسحاب بالنسبة للهيروين ومعظم الأفيونات من يومين لخمس أيام. بالنسبة للبنزودازيبينز هقول لحضرتك، بالنسبة للبنزودازيبينز تقعد لعشر أيام، في بعض حاجات بتقعد اطول من كده، لكن ما فيش حاجه تقعد اطول من كده. معلش يا دكتور، زي الفاليوم والاتيفان والمنومات والمهدئات كلها كده يعني. بالنسبه للهيروين بيبقى في تكسير في الجسم، المناخير تبقى سايحه، عنده اسهال، مش قادر ياكل، مش عارف ينام ومش عارف يصحى، جسمه كله مكسر ومش عارف، بالذات الحتت اللي هو بيقعد عليها او يمشي عليها الى اخره. دي بتقعد من يومين لخمس ايام، وبيبقى في طبعا رغبه مش رهيبه قوي على فكره، يعني اللي في السينما ده يعني بتبقى بشوف في الافلام ده زياده شويه. وبعض مخرجين هم مدمنين وعدوا في اعراض الانسحاب بس بيحبوا يبالغوا يقعدوا في كوعه وبتاع، دي بتبقى مبالغات يعني. لكن في معظم الاحيان مش رهيبه قوي. البنزودازيبينز مهدئات ممكن تبقى فيها، اضافه لبعض الحاجات اللي انا قلتها، ممكن يبقى فيها تشنجات، نوبات صرع، فاعراض انسحابها يعني انسحابها اخطر. الهيروين اللي هو مفروض لا اشد فتكا، الهيروين الاكثر منه شراسه في اعراض الانسحاب هي المهدئات. طبعا قوة الإدمانية ملهاش دعوة بقوة أعراض الانسحاب. أعراض انسحاب الهيروين، أعراض انسحاب الكوكايين أضعف من الهيروين كمان، بينما الكحول والبنزودازيبينز أعراض انسحابها أقوى. إنما الإدمانية مرتبطة بشدة اللذة والدماغ اللي بيسموها الدماغ دي، اللي هي الريورد، المجازاة اللي بتحصل في المخ من التعاطي.